معكم هند داسي، ملكة جمال المغرب العربي سنة 2016-2017. مؤخرا درت واحد ماشي درت، ولكن خدينا الأغنية ديال حاتم عمور فيفا موروكو، ودرنا لها واحد الفيديو كليب أنا ومنير الجرين، وعجبات الناس بزاف. جاتني أكثر وحدة كتهضر على المنتخب، أكثر وحدة فيها سمية ديال المنتخب، والفكرة جات من واحد الانترفيو كنت درتو قبل، وكنا هضرنا على بن عطية. دونك جو مسي دي غادي ندير هذاك الفيديو كليب، غنعاود هذيك الأغنية لأنه فيها الأسامي ديال اللعابة كاملين. كيعجبوني اللعابة المغاربة ديالنا كاملين، غير واحد حيت لا كيسيون اللي كانت على بن عطية. دخلت الميدان ديال جمال، دخلت ليها اترافيغ اللقب، يعني جات هادشي كلشي جا على طريق اللقب. منين خديت اللقب، انا كنت فاشن ديزاينر في الاول، منين خديت اللقب تبدلات المسيره ديالي كامله، وليت في عالم الموضه وعالم الجمال. انا طبيعيه الحمد لله، كون كنت دايره شي حاجه ديال التجميل ما كانوش غيعزلوني من الاول، ولكن انا جو سي با كونتر التجميل. نقدر واحد النهار نحتاج للتجميل ندير عمليه تجميل، مقدرش نحكم على شي حاجه انا ما عارفاهاش، ولكن كاين واحد المعايير معينه كيمشيو عليها. هي صراحه هذا المجال شويه موسخ. شوفي المجال الفني عامه كنت كنسمع عليه انا فيه شويه ديال هذا ديزولي بور لو تيرم ديال الوسخ، ولكن شفته بعيني الصراحه، شفت هذا الشيء بعيني وتاكدت منه، ففعلا الهضره اللي كانوا كيقولوا الناس الا كاينه. مثلا كيجيك كتجيك شي خدمه ما كتبقاش غير خدمه، كيوليو كيمشيو لشي حوايج اخرين، يعني الموضوع راه مفهوم، يعني ما يحتاجش الواحد يفسرو. ما غاديش نجينيراليزي كل شيء، يعني ما غنعممش على الناس كاملين، ولكن اغلبيه الناس كتلقايهم بحال هكا. كاينين بزاف ديال ليكا ديك الساعه كتبقى البنت وشطارتها، الا البنت كانت شويه سهله ما غيفلتوهاش كيف ما كيقولوا. كون كنت سهله كون مشيت بعيد. لا ما كنتقبلش بزاف ديال الحوايج حتى في ما في بيرسونيل، يعني انا عندي كيف ما كنقولوا اغرس اغرس، انا عندي بحال هكا خدمه حاجه اخرى حاجه اخرى. اون فوا كيبان ليا الزيكزا كيبدا صافي كنرجع للور، كندير انا بالنقص ديك الحاجه كامله، ما كنبغيش شي واحد يامبوزي عليا شي حاجه. اي حاجه نبغي نديرها بخاطري، وهذاك الشيء هذاك التفكير الاخر يعني لا. شوفي هو كلامك صحيح، هو الصراحه كلامك صحيح. انا عايشه في دبي حاليا، انا عايشه في دبي، وكيف ما قلت لك عاوتاني ما يمكنش يعمموا على كل شيء، يعني اي ماشي غير المغربيات، راه اي بلاد اي جنسيه فيها وفيها عاوتاني هذيك فكره الناس واخدينها، ما عرفت فكره الناس واخدين على المغربيات، ما عرفتش كيفاش تقدري تحيديها لهم من بالهم. ولكن ما شاء الله البنات تما كاينين بنات تماك مغربيات ما شاء الله، دايرين مشاريع وناجحين في حياتهم، بنات مذيعات ممثلات مغنيات، ومنهم صحباتي ما شاء الله. يعني ماشي بالضروره بنت مغربيه عايشه في الخليج الا وهذيك البنت غلط، لا يعني هذيك الكلمه ما غنتقبلهاش لانه انا وحده من البنات اللي عايشه تماك. لا درنا خدينا غير الاغنيه ديال بقى هو اللي كيغني، ماشي حنا اللي غنيناها، هو الاغنيه حاتم عمور هو الصوت ديالو، غير حنا خدينا هذيك الاغنيه ودرنا. هو في الاول كانت الفكره ديال غنديروا مقطع صغير، لبسنا التيشيرت ديال المغرب، وخديت انا ان تيشيرت كتبت فيه في الظهر بن عطيه، كنوع حنايا كنوع من تشجيع للمنتخب ديالنا. قلنا غادي نديرو غير واحد المقطع صغير غير باش نبوستيه في انستغرام، غتكون فيه 1 مينيت. مني جينا كنصورو لقينا راسنا صورناها كامله، مني جا المونتاج بان انه طلع فيديو كليب كله مزيان، فونسي ديالا نزلوه كامل، ولكن الاغنيه بصوت حاتم. ماشي كنركز على بن عطيه. هو باش لي السؤال كان ديال بن عطيه لانه وقع مالونتوندو. كان عندي واحد المقابله بدون ذكر القناة أو البرنامج، وسولتني كريستيانو ولا بن عطية. هو السؤال كان زعما بحال زعما إلا بغيتي تخرجي مع شي واحد فيهم ولا هذا أشنو. فأنا سبونطان أنا قلت، أنا في الأول قلت بجوج كيعجبوني بجوج، فعاود سولتني نفس السؤال قالت لي لا كريستيانو ولا بن عطية، فأنا جاوبت كريستيانو، كان سبونتاني الجواب.
من بعد النهار قالوا لي لا وما كنتيش هذا، وحتى انا قلت انه سي فري كو كان خاصني نقول بن عطيه، ولكن انا كنت كنهضر زعما شكون اللي كيعجبني، ماشي حيتاش مغربي غنجاوب بن عطيه راه كيعجبني. اوكي انا غنشجعو لانه ولد بلادي ولانه كيلعب الكره ومغربي، غنشجعو في هذا الجهه، ولكن شكون اللي كيعجبني؟ انا افكتيفمون كيعجبني كريستيانو، حتى داكشي اللي كيدير، داك الخير اللي كيدير، شخصيته كتعجبني. الناس فهموها غلط، فانا بغيت ماشي نصحح لانه ما كنشوفش راسي غلطه، فبغيت نكبر بولاد بلادي بالمنتخب، وخدينا الاغنيه ديال حاتم عمور ودرنا لها الليده ديالنا حنا. ما بغيتش نغني شي حاجه ديال شي واحد لانه انا في بالي نغني واحد النهار، تسناوني تنغني لراسي ونجي نغني لكم، جو بريفير. غير هو ما بغاش نغني لشي واحد، وانا ناويه واحد النهار نغني. انا اول شيء فاشن ديزاينر، بقى ماشيه في داكشي ديالي، ما وقفتوش، ضايق عندي واحد لا كوليكسيون غتنزل قريب، وكندير موديلينغ يعني، وهذا الشيء اللي جاي قريب حتى هو في الطريق.